اتفضل. لكن زميلي محمد سعيد في مقر النادي الاهلي بالجزيره وعدد من اعضاء النادي الاهلي اللي اكيد عايزين يقولوا رايهم لمباراه اتلتيكو مدريد. زميلي محمد اهلا بيك مره اخرى. ايهاب الخطيب وضيفاك الكريمين الاستاذ عصام شلتوت والاستاذ علاء عزت، في هذه اللحظات معي عدد من اعضاء النادي الاهلي للحديث ورؤيتهم حول ملف هذه المباراه، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد مساء يوم 30 ديسمبر الجاري على استاد برج العرب، مباراه عالميه لكن من اجل السلام ومن اجل ضحايا الارهاب. هستطلع ارائهم سريعا واعرف وجهات نظرهم في هذا الملف، خاصه ان الاهلي له دور وطني في هذا الملف. في البدايه برحب بيكم وعايز اعرف رايك في هذا ملف في دور الاهلي الوطني في استضافه هذه المباراه. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اول حاجه نعملها نشكر اداره النادي والناس المسؤوله على هذه المباراه. المباراه اللي هي بتحارب التطرف، بتحارب الارهاب، والمباراه من اجل السلام مش مباراه كره القدم. وبعدين النادي الاهلي دايما سباق في الحاجات الوطنيه، ما فيش نادي في جمهوريه مصر العربيه بيعمل حاجه الا الاهلي الاول لما بيعملها. فكل الناس بتشكر اداره النادي على هذه المباراه. مباراه تبقى في منتهى الجمال، في منتهى الحب. كيف دور الاهلي الوطني في الملف ده؟ وده توقيت مهم جدا كمان بالنسبه حتى وجود اتلتيكو مدريد كفريق كبير في اسبانيا. مباراه تبقى عاليه ممتازه جدا، وبعدين ده فرقه كبيره وفرقه جايه برضه بتدعمنا في قلب عشان خاطر السلام، والنادي الاهلي دايما سباق في هذه المواضيع. باذن الله ان شاء الله المباراه مش مباراه كره قدم مين يكسب ومين يخسر، لا، مباراه عشان السلام. وبعدين في حاجه جميله جدا ان المره دي بالذات ما فيش دعوه مجانيه لاي حد، حتى الاعضاء اللي اعضاء مجلس الاداره، دي حاجه يعني الواحد يشهد لها. فكره ان الايراد كله بيتعظم عشان للشهداء، ودي مباراه من اجل السلام. وانا تاني بشكر اداره النادي على هذه المبادره الجميله اللي دايما الاهلي سباق فيها. انا بشكرك شكرا جزيلا برضو. استطلع راي حضرتك واحنا على الهواء مباشره على شاشه قناه الاهلي، فكره دور الاهلي الوطني في الملف ده، ودايما الانديه الكبيره زي النادي الاهلي ودوره في المجتمع المصري ده من احد ادواره الهامه بخلاف المستوى الرياضي ومستوى كره القدم. طبعا اكيد ان بسم الله الرحمن الرحيم النادي الاهلي دايما سباق بكل ما هو جديد في الرياضه او في التفاعل الاجتماعي. تمام. تاني حاجه دي رساله اصلا النادي الاهلي بيوصلها، تمام، ان في جماهير ونادي كبير زي دوت، تمام، وهتخش جماهير وهيبقى في اتلتيكو مدريد وهيبقى في النادي الاهلي وبالجمهور وكده. فدي رساله احنا بنبعتها للعالم كله ان احنا بلد السلام وان احنا مش بتوع ارهاب وبلدنا دي هي بلد السلام، واحنا ضد الارهاب وضد كل حاجه من الحاجات دي كلها. وان شاء الله يبقى ماتش جميل وموفق بامر الله ان شاء الله بامر الله. فكره الاهلي يستدعي فريق زي اتلتيكو مدريد واقامه مباراه زي دي بتفكرنا بمباريات قويه الاهلي كان بيعملها امام ريال مدريد وبايرن ميونخ، وان المباراه ممكن تعمل صدى ايجابي جدا. كعضو في النادي الاهلي شايف الفتره القادمه يعني ملف زي ده هيبقى مهم، ملف زي دوت انت تبعت رساله كمان لتنشيط كمان السياحه كمان، يعني يعني فريق بحجم اتلتيكو مدريد، تمام، وبحجم النادي الاهلي في مصر، تمام، لما يجي يلعب ماتش زي دوت في مصر، تمام، دي رساله سياحيه برضو ان احنا بنقول احنا موجودين وبنبعت رساله لكل العالم كله. تمام. اشكرك شكرا جزيلا برضو. معايا راي اخر من احد اعضاء النادي، برحب بحضرتك، ورايك ايه في الموضوع ده؟ احنا بنتكلم على مباراه عالميه زي دي لكن دور وطني للنادي الاهلي. لا طبعا انت النادي الاهلي دايما هو السباق في الرياضه وفي العربيه كلها ويمكن في افريقيا، فحاجه زي كده انت بتدعي العالم كله ان يشوف مصر قد ايه بلد امن وبلد امان وان في سلام موجود في البلد. يعني هو المباراه حتى اسمها مباراه السلام، يعني انت مش بتجيب ماتش كوره وخلاص، انت جايب فريق من يعني من احسن ثلاث فرق في اسبانيا جاي يلعب مع الاهلي ماتش يقول لمصر للعالم كله ان مصر لسه امن وامان والدنيا سلام، مفيش مشاكل في البلد، يعني البلد ماشيه كويس ومستقره، وده دعايه للسياحه في مصر قبل ما يكون حاجه للنادي الاهلي. شكرا جزيلا. برضو معايا راي مختلف يمكن زي ما سمعنا الشباب لكن عنصر نسائي. لو برحب بيكي. انا اسمي نور. نور، يعني ملف زي ده، مباراه مهمه زي دي، مباراه عالميه، شايفه الحدث ده رياضي ازاي ودور الاهلي الوطني في الموضوع ده، وتحديدا المراه بقى ومتابعتها للرياضه ومتابعتها لهذا الملف في التوقيت الحالي وحضرتك احد اعضاء النادي الاهلي؟ تمام. هو دور قوي جدا، انا شايفه ان المباراه مش سهله ان هو يقوم بيها كنادي، بس هو كنادي عظيم. حاسه ان هو ان شاء الله هيبقى
قوي وهيقدر يلعب كويس. هو كمان فريق مش سهل ان هو يلعبه، بس ده المتوقع دايما من النادي الاهلي ان هو يبقى تمام سباق، ان هو يبقى او يعمل مباريات عالميه، وكمان بيبقى دور وطني كويس قوي. ان شاء الله تبقى مباراه كويسه يعني لينا الفوز ان شاء الله. طيب الدور الوطني بقى في الملف ده شايفاه مهم، انك كمان نادي كبير زي النادي الاهلي يحضر 60,000 ايرادات المباراه كلها تروح لضحايا الارهاب، على الاقل ضحايا يعني الناس تحس ان لا في مسؤوليه اجتماعيه كمان للانديه الكبيره زي النادي الاهلي. اعتقد دي رؤيه مهمه جدا ان هي توصل للجميع. اه طبعا اكيد انا شايفه ان هي كدور مهم قوي ان هو يعمل حاجه زي كده كسبورت لاي حاجه، ان هي تبقى مجتمعه وممكن دخل قومي كمان، ان هو يبقى فيه بتحسين دلوقتي كمان القطاع الرياضي، ان هو ممكن يكون اهتز شويه، بس هو هيبقى حاجه كويسه ان هي كمان بنلعب حاجه من بره مصر، فدي شايفاها كويسه يعني. بشكرك شكرا جزيلا. بشكل عام دي كانت انطباعات واستطلاعات اراء اعضاء النادي الاهلي في هذه المرحله بخصوص هذه المباراه، مباراه الاهلي واتلتيكو مدريد الاسباني. نتمنى التوفيق ان شاء الله وان تخرج هذه المباراه بشكل ايجابي، سواء على المستوى الفني، المستوى التنظيمي، المستوى الاداري. عوده ليك من جديد زميلي ايهاب الخطيب هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. شكرا زميلي محمد سعيد على تقرير